كما نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حشدا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بمنطقة أبو خليل في مدينة الزقازيق بالشرقية. شهد المؤتمر مشاركة حوالي 5000 مواطن إضافة لأعضاء الحملة الرئاسية وعدد من التنفيذيين وكافة أعضاء الهيئة البرلمانية عن المحافظة وممثلين عن حياة كريمة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الموضوع النهاردة لا يحتمل القسم على اثنين. احنا هنصدر مشهد للعالم كله اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، وهنروح وهنقعد قدام اللجان، هننتخب وهنقعد قدام اللجان، هنقول لمصر كلها وهنقول للعالم كله نحن خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تتجسد فيه جمهورية مصر العربية. لتوافدوا النهاردة بالآلاف علشان يعلنوا عن تأييدهم وحبهم ورغبتهم في دعم السيد الرئيس لدورة أخرى، وعلشان يقولوا إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة، يعني مفيش خلاف، وعلشان يدعمهم مسيرة الإنجازات الضخمة التي أقل ما توصف بأنها سنوات من الإعجاز وليس فقط سنوات من الإنجاز. 8 سنين من العمل المتواصل والجهد الدؤوب المخلص الوطني للارتقاء بهذا الوطن. وأعتقد أن القاسي والداني في الداخل وفي الخارج يشهد بذلك. جميع الدول النهاردة بتعتبر أن الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في فلسفة يعني وكيفية إدارة عملية تنموية شاملة في كافة المحاور وفي ذات الوقت.